برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة بين فصائل المعارضة السورية المسيطرة على المدن والبلدات في الشمال السوري. عنوان تلك الظاهرة هو التباهي بما تسميه تلك الفصائل بالإنجازات العظيمة والأعمال الرائدة التي تنفذ على بقايا الجغرافيا التي تحكمها وتتحكم بمصير أهلها، وذلك من خلال حفلات تسفيت الأوتسترادات ومهرجانات افتتاح الدوارات والمولات إلى التغني بتعشيب بعض الملاعب وإنارة الطرقات. بل ورح بعضهم إلى أبعد من اعتبارها مجرد إنجازات فحسب، إنما باتوا يرون في خشبة الكهرباء تلك على أنها نتاج التضحية بعشرات الآلاف من الشهداء. هو مشهد ملهاة بلا شك، بل هو سريالية متكاملة تعبر عن حال تلك الفصائل المنفصلة عن الواقع بشكل أقل ما يوصف بأنه مثير للسخرية بين أوساط السوريين. هو افتخار من لم يبقى لديه ما يعتز به كما يقول السوريون، أو هو البحث عن بقايا ماء الوجه بين ثنايا الواقع الأسود الذي تسببت به تلك الفصائل بتخاذلها وكثرة انتهاكاتها، أو ربما هو الفرار إلى الأمام من حالة التخاذل أمام المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالعمل على تحرير البلاد من المحتلين وتعويضها بالتباهي في البناء والعمران. وكأن السوريين قد كانوا قبل ذلك من أبناء الكهوف والمغارات، حتى جاءت تلك الفصائل لتعرفهم على الأوتسترادات العريضة والمطاعم الفاخرة والدوارات المزينة، أو كأنهم قد خرجوا بثورتهم وقدموا كل تلك التضحيات الهائلة والدماء الغزيرة من أجل أن يتمتعوا بأعمدة الكهرباء وأرصفة الطرقات. يبدو أن تلك الفصائل قد تناست أسباب ثورة السوريين وراحت تقفز فوق مطالبهم الحقيقية وتقزم أحلامهم الكبيرة بتلك المشاريع العبثية التي يمكن أن تنتهي بغارة جوية واحدة. يقول السوريون إن كانت تلك الفصائل قد تخلت عن تحرير الأرض وقتال العدو للأسباب التي يدعونها، فلا أقل من أن تلتزم باحترام كرامة الإنسان قبل تفاخرها بتسفيت طريق هنا وبناء هنا. أنت شايل بارودي، أنت شايل بارودي، أنا ماني شايل بارودي. ما يعطيك الحق، ما يعطيك الحق أن تضربنا يا أخي. كم واحد لا أقل من إيقاف تجاوزاتها وانتهاكاتها بحق الأبرياء وإنهاء معابرها وسجونها ووقف أتاواتها وضرائبها قبل التباهي بتزيين الشوارع وإنارة البلدات. لا يجادل أحد بأن هذا هو مقياس التطور الحقيقي الذي قامت من أجله الثورة السورية وصرخت بها حناجر السوريين لسنوات طويلة وقدمت في سبيله كل تلك التضحيات. فلم يخرج السوريون من أجل مرافق خدمية أو ترفيهية كانت موجودة من قبل، إنما خرجوا من أجل الحرية والكرامة وتحرير سوريا من الظلم والاستبداد.